السلام الله عليكم أحباءنا في قناة المشاهد. أعلنت مصادر صحفية يوم الأربعاء 29 أبريل 2020 وفاة النجم الهندي الكبير عرفان خان عن عمر يناهز 53 عاما في مدينة مومباي الهندية بعد فترة قصيرة من دخوله المستشفى بسبب القولون. كانت تقارير متداولة قد أفادت أن صحة النجم الراحل قد تدهورت بشدة وجرى إدخاله إلى مستشفى كوكايلا بين في مومباي، ورأى فريق من الأطباء حظر زيارته بسبب فيروس كورونا. ويعد خان من أشهر نجوم السينما الهندية والسينما في بوليوود بأعمال كثيرة ومتنوعة إلى جانب أعماله العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية وبهوليود، حيث شارك في العديد من الأفلام بهوليود من أبرزها فيلم المحارب وإنفيرنو وجواريس بارك. وكان يعاني عرفان خان من مرض السرطان، وقد تلقى رحلة علاج طويلة بدأت عام 2017 بسبب ورم في المخ، وظل بمدينة لندن لمدة عامين حتى عاد إلى مومباي في يونيو 2020 مخلفا صدمة لدى الجماهير ولدى العشاق ومن يعشقون فنه وأفلامه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.